الاي للاس 9 تقسم على 4 ايضا. اذا راح نقول له 2 في 4 ايضا راح اقول لك 8 والباقي ايش قد؟ اذا اي للواحد هو جوابنا شنو؟ اي. انتبه هنا أنا. هنا الاشاره تقول سالب، خلي ببالك هاي المعلومه، لا تلعب بالاشاره. ما طول موجب من راح تضرب الاشاره الموجب بالسالب راح يعطيك الاشاره سالب. هنا المشكله مال الطالب، راح يحذف بسط ببسط ومقام ومقام، وهذا اكبر خطا. استاذي البسط ويا البسط، موجب واحد ويا السالب واحد. عندك موجب واحد اكو نظير اله؟ طبعا لا، هذا النظير مالته راح. ايضا موجب الاي ويا من دي يروح؟ ويا السالب اي. ايش بقى عندك الجواب؟ لاحظ هنا بس بالبسط واحد وبالمقام واحد وهنا واحد يطلع الجواب، لان واحد تقسيم واحد اذا راح ينطيني الجواب واحد. هذا السؤال الطالب من يشوفه في الشيء صعب، لكن كجواب هو سهل، ما يحتاج الى خطوات مفعله. هنا تاخذ 10 درجات وبخطوات اخرى تاخذ 10، فابسط طريقه دائما للاسئله ممكن الطالب يتعامل بها. اذا راح نجي الى بعض الاسئله الاخرى المهمه. شوف من ضمن الاسئله اللي اريد اوضحها للطالب، طبعا اكو بعض الاسئله المعادله التربيعيه. هنا لاحظ هذه المعادله التربيعيه احنا كلها نحاول قدر المستطاع نركز على هاي الاسئله. ايضا حال لكم اياها، وايضا عندنا بالمعادله التربيعيه ايجاد قيمه اي، قلنا جذري المعادله هنا ذا تلاحظ، فما هو الجذر الاخر وما قيمه اي. اذا ترجع لعمليه الجمع وعمليه الطرح، بس لازم اكو فرضيه. شنو هي الفرضيه؟ دائما الجذر المجهول تعطيني اياه زد. ايضا عندك بعض الاسئله الاخرى اللي اريد اركز لك بها، يعني مثل العمليات الهندسيه على شكل ارجان، الطالب اريده يباوع على شكل ارجان. هنا من ضمن شكل ارجان تعال لاحظ بعض هاي الاسئله المهمه. شوف هنا بشكل ارجان دائما الطالب يضوج من هاي الاسئله ما يركز بها. باوع. هنا شكل ارجان عباره عن رسومات مبسطه مستوى احداثي، يعني على الاكس وعلى الواي ايضا من ضمن الاسئله الوزاريه. نجي على المقياس والسعه نحاول نراجع لك اياه من ضمن الاسئله الوزاريه المهمه. شوف استاذي من ضمن المقياس والسعه اقول للطالب حاول قدر المستطاع اتبع على هذا السؤال. ليش؟ لان هذا السؤال عندنا مهم جدا لك كطالب حتى نقدر نغطي الاسئله مالتك. واو. هذا السؤال بالمقياس والسعه الطالب لازم شنو؟ هنا ضابط لي اهم نقاط، وهي النقاط المهمه عندك بالاسئله. خلي يركز هنا وياي. اكو بعض الاسئله بالوزاري يقول للطالب جد المقياس والسعه بهالطريقه، سالب 2 زائد 2 اي. استاذ شو راح اجي احله؟ اكو بعض الطلاب لحد الان ما يعرف الزوايا وما يعرف شلون يقسمها، بينما الاربعه الاربعه تعتمد فقط الاشاره. وبها ايضا من الاسئله المهمه. شوف هذا السؤال انا دائما اقول للطالب اقرا ركز عليه. قال لي جد المقياس والسعه. حبيبي اول ما تبدي احذف الاي. شوف راح نقول له هذا يحذف. وش اسوي ايضا؟ اجي افتح قوس امامك. شوف هذا القوس انزل هذا العدد سالب 2 وانزل هذا العدد 2 امثل باكس وواي. هذا يمثل يقولون الشكل الديكارتي. لاحظ عليه. وهنا هذا يا شكل نسميه جبري، قلنا كل جبري بي اي وكل ديكاريتي بدون الاي. هنا ايضا راح اقول لك الار، ماكو داعي اقول له ار يساوي طول زد. هو اثنين طول دا يمثل، سواء كتبت الار او طول زد اذا نفس المعلومه. شنو القانون مالتك؟ شوف حبيبي راح تقول اكس تربيع زائدا واي تربيع. لاحظ هنا الاكس هو سالب 2 تربيع زائد 2 تربيع. لاحظ أنا هسه من أربع الثنين إيش قد؟ طبعاً أربعة زائد أربع الثنين اللي هو أربعة ويساوينا العدد 8. نجمع الأرقام وأقول للطالب لاحظ الثمانية أخليه 8
لا حبيبي، يجي الطالب لازم ينتبه له، يقول هاي الثمانية منين جاية؟ أربعة في شقد في اثنين، أقول له جذر الأربعة شقد؟ راح يقول لي اثنين، والثنين لها جذر؟ طبعا لا، راح تنزل تحت الجذر. إذن قيمة الآر هي اثنين، جذر اثنين. ودائما نركز جميع الجذور اللي نتعامل بها كلها عليها جذر. طبعا الرابع انتبه عليه، ليش؟ لأن العمود رقم أربعة هو شغلنا بيه بعملية الضرب. راح أقول له ساين ثيتا شو يساوي لنا؟ يقول لك اكس الواي على الار. هذا الواي على الار، الواي وين عندك؟ ساده اثنين، والار اثنين جذر اثنين. من نجي يقول له للطالب الاثنين ويا الاثنين ده تروح، الطالب راسه شي يقول بس جذر اثنين. استاذ حبيبي اثنين تقسيم اثنين مو واحد، اذا هنا يبقى واحد عندك، اذا راح يعطيك زاويه لازم لو 45، لو يعطيني زاويه 60، لو زاويه ايش قد 30. اجي بعد ذلك اقول لك كوساين ثيتا شو يساوي لك؟ يقول لك الاكس على الار. طبعا سالب 2 2 جذر 2، ايضا 2 ويا 2 تروح، يبقى لك سالب 1 على جذر 2. لاحظ هنا الملاحظه المهمه للطالب، شو سوى بعد ذلك؟ شوف 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 هنا راح نوقف بها. استاذي عندك زاويتين، اقول له للطالب انتبه هنا على الساين، وانتبه على كلمه كوساين، وانتبه هنا عن الناتج الاول للساين والناتج الثاني للكوساين. شنو الناتج الاول والناتج الثاني؟ ركز بيه. الاول يقول موجب والثاني يقول سالب، معناه هسه تحدد الاشارات مالتك الاربعه. استاذي هذا يا ربع اذا عندك كوساين، طبعا دائما الربع الاول يمثل كل موجب، والربع الثالث يقول انا كل سالب، لكن الربع الثاني بس الكوساين ده يقول، والربع الرابع يقول بس الساين سالب. زين والكوساين ماله هناك موجب، هنا بيا ربع يركز الطالب بس الاشاره ركز. استاذي هذا بالربع الثاني يقول اذا الزاويه تقع في الربع الثاني زاويه الاسناد باي على اربع. ريتها منك استاذي ما طول، هنا درينا بيها بالربع الرابع، يلا لاحظ الثاني، لاحظ الملاحظة المهمة. شنو الملاحظة المهمة؟ عندك بالربع الثاني يقول هنا قانون باي ناقص زاوية الاسناد، لأن ما عندك بالربع الثاني زاوية تقول 45، ولا يتورط الطالب يقول أنا 45. ليش؟ لأن الربع الثاني يقرأ من يا زاوية من 90 لل 180. إذا ما طول يقرأ من 90 ل 180، معناه شكوا بياناتنا. نلاحظ ملاحظة مهمة، أقل زاوية 90 وأعلى زاوية يقول 180. حبيبي هو ايش قد الزاوية دي تقرأ 45؟ حبيبي دي تعال عوض لهاي الزاوية، هنا نعوضها. شوف نعوض، شي زاوية الاسناد اكتب لي باي ناقص باي على ايش قد؟ على 4. نقول له نوحد المقامات. يجي الطالب من تقول له واحد المقامات، استاذ هنا المقام واحد، حبيبي طورت المعلومه، ممكن تضرب اربعه في باي، اربعه باي ناقص باي راح يعطيك ثلاثه باي على اليمن على اربعه. وممكن الطالب ايضا اذا شافه في شيء صعب، حبيبي دي تعال نزل الباي على اربعه ولا تتعب روحك. ايش بقى عندك الاشاره؟ سالب، دي تعال هم نزل لي اياها. حبيبي بس اضرب للاربعه في باي، شوف دي يقول لك نضرب، اذا راح اقول له 4 باي ايش قد بقت جواب؟ هنا المعامل مال الباي ايش قد؟ طبعا واحد. من راح نقول له 4 ناقص 1 يقول 3 باي كله على ايش قد؟ هاي زاويه الاسناد. هسه من تضرب 3 في 180 على 4 راح يعطيك زاويه بالربع الثاني. اذا اللي هنا ريته من يمي اي حبيبي اللي هنا أنا. هيك اسئله ايضا من ضمن الاسئله الوزاريه المهمة الأريد من الطالب يتبع عليها. زين أكو سؤال آخر راح نجي انتبع عليه من ضمن الأسئلة الوزارية المهمة للطالب. شوف أكو أسئلة، بعض الأسئلة المهمة للطالب، وإحنا دائما شو نقول للطالب؟ انتبع على هي السؤال. شوف هذا السؤال الآن أريد أباوع له.
باوع من ضمن الأسئلة راح يجيب لك سؤال بالمقياس والسعة، حكينا عنه أيضا الجذور التكعيبية. شوف هذا سؤال كلش طبعا مهم، الأريد الطالب خاف يجيب لك إياه، أول دور أول أو دور ثاني، هيك سؤال أيضا مهم. لاحظ هيك سؤال يقول من ضمن الأسئلة راح نتعامل بها وياك. شوف شنو هذا السؤال السادي، أقول له باوع على هيك سؤال أريدك شوية تركز لي بيه بهذا السؤال. هذا السؤال الطالب يضوج من عنده. ليش يضوج من عنده؟ لأن دائما يعتبر هيك سؤال صعب جدا عليه. أستاذي هذا مو صعب، هذا يعتمد على معلومتين. المعلومة الأولى يقول الفرق بين مكعبين، يرجع للصف ثالث متوسط، والمعلومة الثانية يقول له ارجع القانون الدستور، يعني هذا دي يحكي آيتين ثالث متوسط، ما عندي أي صلة، بس مجرد يعلمك شلون تتعامل بالفرق بين المكعبين وتتعامل أيضا بالجذور. شوف السادي من ضمن الأسئلة المهمة هذا السؤال الآن راح أجي أدقق لك عليه، باو عليه هذا السؤال راح أجاوبك عليه. أول شغلة على الطالب يقول نفرض أنه، تعال إيش تفرض لي؟ أفرض أكس تكعيب يساوي لك هذا العدد، تعال نزله سالب 8 آي. إذن من يجيب هي سؤال وإحنا نتعامل به كطلاب لازم نعرف شلون نجاوبه. السالب 8 هنا الطالب راح شي يسوي كأنه ما حافظ المعلومة وما يصفر المعادلة، إذن راح نقول له أبويا صفر المعلومة أو صفر المعادلة، يلا تعال شلون نصفر؟ نقول له أكس تكعيب من أنقص سالب 8 للطرف الآخر راح يقول زائد 8 آي كل شي يساوي صفر. هنا المعلومة راح الطالب ما راح يضرب هنا بعض الأسئلة خطأ. هنا دائما هاي الأسئلة من تجي تباوع عليها الطالب شي سوى هنا عباله هنا صارت فرق بين مكعبين، حبيبي لازم تضربه بسالب آي تربيع. احنا من علمك سالب آي تربيع الضربة، نقول لك هذا الموجب نحوله إلى سالب وهذا الآي سويه فوقه آي تكعيب على مود يصير فرق بين مكعبين. إذا صار فرق بين مكعبين يعني بدأ الجواب صحيح، يعني راح نجي نقول له أكس تكعيب ناقص 8 آي تكعيب كل شيء يساوي صفر. إذا صار الفرق بين مكعبين بينما كان شنو مجموع مكعبين. لكن يجي الطالب يحذف هاي الخطوة وهي هاي المهمة، لا تحذف هاي الخطوة بالوزارة دير بالك. ليش؟ لأن نتابعك هيك أسئلة نتابع، يعني الطالب إذا رأسا مجاوبني كاتب أكس تكعيب ناقص 8 آي تكعيب معناه صار حاذف خطوتين حل خطأ. زين وهاي الخطوات منين راحت؟ شلون إجا السؤال؟ فهيك تتبع الأسئلة الوزارية. من أقول لك طبعا هنا أنا عندك أكس تكعيب، أستاذي منين جاية؟ أستاذ من أكس في أكس في أكس، والآي تكعيب تعال لحظة معناه آي في آي في آي، وعندنا أيضا الثمانية منين جاي العدد؟ لحظة مين في اثنين في اثنين، هاي المعلومة ليش ركزنا بيها؟ انتبه هنا أكو بعض المعلومات بعض الطلاب ما ينتبهون، بس مجرد قاعد يباوع لكن ما ينتبه على الحكي مالنا، يركز على غير معلومة، خليه يركز هنا بهاي المعلومة. يقول القوس الأول، هذا القوس الأول أستاذي وهذا القوس الأول، لاحظ عليه أريده بالقوس الأول وهذا الثنين العدد أريده للقوس الأول. إذن إيش ردت بالقوس الأول؟ ردت بالقوس الأول الأكس والآي والعدد اثنين، يعني من أجي أقول فرق بين مكعبين أهم شيء الخطوة هاي تبع عليها وهذا كله يساوي لك صفر. الأكس الأولى قلنا للقوس الأول خلي ينزل القوس الأول، الإشارة شو تقول عندك؟ سالب، والثمانية هنا يقول هنا العدد أريد منك وتنزل لي آي. أنا هسه أول معلومة فضت، من بقت عندك؟ القوس الكبير اللي هو هنا فارغ نريد نكون به الفرق بين مكعبين، إيش قد باقى عندك هنا؟ لاحظ هذا يمثل القوس الثاني، كم اكس بقت عندك استاذي؟ اكسين معناه اكس في اكس،
راح اقول له اكس تربيع. عكس الإشارة دي يطلب من عندك، شوف معناه موجب. الإشارة هنا سالب، هنا صارت لك موجب. بعد يجي الطالب يقول له الوسط طلع لنا اياه، ما يعرف شلون يطلع قيمة الوسط. ليش؟ لأن من وصل للعملية الزائد خربط حله، راح يقوم يجيب ويحط أرقام. استاذي اضرب هذا، اضرب الأول، شوف اضربه بيمن بالثاني، راح أقول له 2 اي في اكس، راح يقول لك 2 اكس اي. اذا هنا راح اقول له 2 اكس اي دائما موجب. لاحظ هنا يقول بقى عندك بالقوس الثاني، شكوا هنا بقى عندك 2 في 2 وبقى عندك شنو؟ الاي في اي، يعني بقى عندك هنا 4 اي شنو؟ هسه بدا الدستور. القوس الأول يمثل الجذر الأول، والقوس الثاني يمثل الدستور. إذن راح أقول له أما x ناقص 2 i يساوي 0، راح أنقص سالب 2 i للطرف الآخر، إذن x يصير 2 i. هذا الجذر الأول استاذي. شوف، والجذر الثاني راح يكون عندك من البداية، تقدر تقول هنا أخلي a، وهنا أخلي بدل x ب، يعني معامل اكس معامل ب، وهنا السي يقول انا الحد المطلق. لاحظ هنا المعلومه، من تاخذ الاكس تربيع الشقه بمكانه، طبعا الواحد هذا الواحد، ومن اخذ الاكس شو يبقى بمكانه؟ 2 اي، وكل اي تربيع ايش قلنا عليه؟ يحذف وتقلب الاشاره، اذا هذا سالب الاربعه. هاي المعلومات الطالب لازم شو يسوي هنا؟ خليجي ينتبه على هيك معلومات، باو عليه. هاي المعلومات اللي اريدك تلاحظها. ايش بقى عندك؟ القانون يقول اكس يساوي سالب بي موجب سالب تحت الجذر، هنا بي تربيع ناقص 4 اي سي، وهنا 2 مضروب بالاي. لاحظ هنا هذا قانون الدستور، اريدك تركز بهاي المعلومه. شوف السادي، شغل الطالب كله وين راح يصير؟ لاحظ هنا بهاي المعلومة بالجذر، انت ما قاعد تركز على الجذر، تركز بس على سالب بي واثنين اي وتعوف الباقي. حبيبي دلت على الباوع هنا، السالب ينزل، البي ما تكمل اثنين اي ما عنده مشكلة يمها، وهنا راح اقول له اثنين الاي ايش قد قيمته؟ طبعا واحد، هذا الواحد موجب او سالب تحت الجذر هو المهم. يلا تعال الباوع تحت الجذر. أول ما بدينا هنا بي، وهنا شو يقول؟ بي تربيع، يعني هذا معناه راح أجي أقول له 2 آي تربيع. بعد شنو انطاك الإشارة؟ سالب 4 في 1 سالب 4. لاحظ هنا أيضا، كمل شوف هنا السالب 2 آي ينزل، وهنا 2 بقى، لأن 2 في 1 2، الموجب أو سالب تحت الجذر. لاحظ هنا الطالب هنا يربع الاثنين ويعوف الآي. أستاذ غير يتربع الطرفين، يعني من أربع الاثنين ليش أعوف الآي؟ معناه راح يصير عندك هنا الآي تربيع والاثنين ايش قد تتربع؟ طبعا 4. كل آي تربيع شو يصير جوابه؟ سالب 4، مو يحذف وتقلب الإشارة ما قبله؟ إذا طلع سالب 4، اختصرنا الجواب. من راح أضرب سالب في سالب؟ طبعا موجب. 4 في 1 4 في 4، إذا حبيبي 16. هسه يباوع الطالب هنا، ذول مزعلين، إيش قد الفرق بين 16 وسالب 4؟ طبعا سالب 12. ليش؟ الطالب يقول سالب 12، دي تعال باوع شوية ركز وياي يا حبيبي، لا تضرب سالب بالموجب. هنا أنا قلنا ذولي مزعلين، معناه منو الكبير؟ اذا 16، اذا ايش قد قيمه 16؟ يبقى اذا راح نقول له اكس يساوي ايش بقى عندك؟ سالب 2 اي موجب سالب تحت الجذر سالب ايش قد؟ استاذ 12 كله على ايش قد؟ على 2. قلنا نعتمد على اليمين السالب؟ لا، تعال باوع استاذي، مو احنا حكينا من البدايه ايش قلنا لك الاشاره؟ استاذ موجب. إذا ليه ضربتها مرتين بآن واحد؟ لأن ما ينتبه على صيغة سؤاله.
هنا الإشارة مهمة، إنه هاي الإشارة راح تغير مسار حل كامل. إذا هنا من يجي الطالب يقول له 12 منين جاية؟ أستاذ 6 في 2. حبيبي ليش تكتب 6 في 2؟ تعال 6 إلها جذر؟ لا. 2 إلها جذر؟ لا. حبيبي تروح الجدول الأربعة وخلص نفسه. 4 في شقد؟ في 3. إذا الأربعة إلها جذر شقد؟ راح أجي أقول له باوع هنا نقول له سالب 2 أي ينزل؟ موجب أو سالب؟ جذر الأربعة شقد؟ حبيبي 2. وهنا ايضا ينزل، وهنا الثلاثه ما لها جذر تنزل كلها على شقد؟ على 2. ايش بقى عندك؟ راح اقول للطالب تقدر هنا هاي الخطوه تحذفها، يعني توزع البسط على المقام وممكن تطلع الجواب، وممكن الطالب ما يقدر يحذفها. اذا ما يقدر يحذفها يقول هاي الكلمه نوزع البسط على المقام. شلون راح نوزع؟ اقول له تعال لاحظ، تقول اكس يساوي سالب 2 اي كله على 2 موجب او سالب 2 جذر 3 كله على شقد؟ على 2. الاثنين ويا الاثنين راحت، والاثنين ويا الاثنين راحت، ايش بقى عندك هنايا؟ اذا بقى عندنا سالب اي موجب او سالب هنا جذر 3. لاحظ هنا نتقدم التخيلي على الحقيقي. زين استاذ شو تسوي اذا تقدم الحقيقه على التخيلي؟ حبيبي بس عمليه ابداليه ما ياثر عليك بالسؤال، مجرد تغيير مراكز لا اكثر ولا اقل. يعني هنا الطالب ممكن يقول موجب سالب جذر 3، تلاحظ هذا ما اثر عليه بشيء. زين استاذ والسالب اي؟ حبيبي نزله، هذا سالب اي، هذني كم جذر صار؟ عندنا جذرين، وانا بالبدايه طلعت الجذر الاول، كم جذر صاروا؟ اذا 3. اذا هذا من ضمن الاسئله الوزاريه ايضا المهمه. فاصل. ريست تعبت. هسه راح ناخذ وياكم الفصل الثاني، تعال انتبه على بعض الاسئله المهمه. شوف هنايا من ضمن هاي الاسئله ايضا المهم هذا السؤال، ركز به، اسئله مهمه جدا، سؤال وزاري. لاحظ هذا السؤال العدن الموجود امامك، يقول لك جد معادلة القطع المكافئ والذي رأسه نقطة الأصل ومعادلة دليل وخمسة أجزاء 2 يساوي لك 0. شوف هذا السؤال دائما أنبه الطالب عليه من الأسئلة الوزارية المهمة. شوف الجواب مالته هنا، دائما من ينطيك هيك بشكل هاي المعادلة حاول انتبه، دائما العدد القريب حاول قدر المستطاع نقله بدل الصفر. يعني راح أقول له 5 أكس زائد 2 كل شيء يساوي 0. من انقل موجب 2 للطرف الاخر اقول له تعال باوع هذا 5 اكس شو يساوي لنا؟ سالب 2. هنا الطالب راح وين يقسم؟ دائما يقسم على الطرف الايمن. خطا. ليش؟ لان دائما نقسم على المتغير. شنو المتغير مالتك؟ اذا راح اقسم لك على 5. اذا هنا راح نقسم على 5 وايضا هنا راح نقسم على 5. راح نحذف الخمسة ويا الخمسة، يبقى اكس يساوي سالب 2 على 5. من هذا؟ طبعا الدليل. شنو نقص عندك؟ عندنا 3 كلمات ينتبه لها الطالب، عندك المعادلة، وعندنا البؤرة، وعندنا كلمة الدليل. ركز على هاي 3 كلمات، اريدك هاي الكلمات مهمة. هنا نطلب منك الدليل معناه نقص عندك البؤرة. شوف الدليل من البداية على محور اكس وعلى محور واي، انتبه عليه وين موجود؟ طبعا على الاكس. اذا راح اجي اقول للبؤرة يساوي العدد نفسه نزل 2 على 5، هنا سالب العكس مال الدليل يكون موجب يساوي لنا 0. لاحظ هنا من استخرجنا البؤرة اكتب اكس، وهنا ايش تكتب لنا؟ واي. لاحظ هنا شنو القانون مالك؟ القانون هذا امامك الواي، بس القانون موجب لو سالب. واي تربيع 4 اي اكس، هذا الواي تربيع ينزل 4 تنزل، الاي ايش قد؟ 2 على 5 مضروب بالاكس. اضرب لي الاربعة في 2، لاحظ هنا واي يساوي لنا 4 في 2 واي تربيع 8 على 5 اكس، اقول له معادلة القطع المكافئ. لاحظ هنا هذا السؤال ايضا مهم من ضمن الأسئلة الوزارية ان نعتمد للطالب. هذا السؤال ايضا مهم جدا. لاحظ على هذا السؤال،
راح نجي نقول للطالب اتبع على هذا السؤال. إذن هذا السؤال أقول للطالب جدا مهم انتقل له هناية. قال لك هي سؤال انتبه عليه شنو صيغة السؤال. قال لك جد معادلة القطع زائد الذي مركزه نقطة الأصل وإحداثي بؤرته. إذن من ينطيني كلمة البؤرته انتبه دائما أقول للطالب قيمة الأف هناية. دائما هذا الأف البي سالب يحذف. ليش يحذف؟ لأن أنا كتبت ملاحظة. إذا نستذكر هاي الملاحظة، إذا الأف بالسؤال أنطاك إياه دائما الجواب اكتب سي، وإذا أنطى بي الجواب مالته أنطي الأي، وإذا أنطى البي كابيتال إذا راح أنطي الجواب مالته البي سمول. إذا سؤال وجواب إذا أنطاك على شكل نقاط، أي نقطة راح ينطينيها بالأسئلة ركز عليها. إذا راح أقول له للجواب مالتك سي شي ساوي لك. لاحظ صفر عشرة، يعني أنا أخذ فقط العدد مو أخذ الصفر. إذا لقيت أف هناية شكتب أكتب سي بدالها، وهنا أكتب له عشرة. أستاذ يقول بالتربية، ليش؟ لأن هنا السي ما متربعة، إذا متربعة راح شو نقول له؟ بجذر الطرفين. إذا نقول له سي تربيع يساوينا 100. بعد أيضا قال لك وطول محوره الحقيقي يساوي 12 وحدة. من المحور الحقيقي؟ طبعا راح نرمز له 2 أي يساوينا 12. إذا هذا قطع زائد لا تنسى. علي من نقسم المعادلة طبعا على 2. هنا 2 وهنا 2 تحذف ال 12 على 2 أيضا. قيمة الأي يساوي لك 6، هم أيضا راح نقول له بالتربيع. أستاذي من تجي تقول أي تربيع يساوي 36، هنا الطالب يحتاج المفتاح طبعا. ليش؟ لأن هنا ذا تلاحظ الملاحظة مهمة لك حبيبي. شوف شنو هي الملاحظة، طلعت لك سي تربيع وأي تربيع، يعني نقص بالقانون شو يقول عندك هناية؟ نقص هنا البي تربيع. أوكي، إذا راح نقول هنا البي تربيع شو يساوي لنا؟ أي تربيع زائدا البي تربيع. هنا لاحظ سي تربيع وليس البي تربيع. لاحظ هناية هنا سي تربيع يساوي أي تربيع وهنا بي تربيع. السي تربيع منطيني إياها 100 ويساوي لنا أي تربيع. إيش قد قيمة الأي تربيع منطيك إياها؟ لاحظ هنا مجهول، لا 36 زائد منو؟ البي تربيع. راح نستخرج البي تربيع برا ونقول لك 100 ناقص 36، إذا بي تربيع 64 من ضمن الأسئلة الوزارية المهمة. بعد شنو عندك؟ آخر شيء القانون. إذا تلاحظ القانون كطالب هنا الطالب لازم يعتمد على البؤرة بالقانون. هذا القانون قدامك، شلون عرفت هذا القانون؟ لأن البؤرة مهمة، بدأت بصفر وعدد، يعني هذا اكس وهذا من هو؟ شوف العدد وين موجود؟ على الواي؟ اي نعم، اذا قانون الواي راح اقول له واي تربيع اي تربيع ناقص اكس تربيع على بي تربيع يساوي لنا 1، هذا الواي تربيع ينزل وقيمة الاي تربيع مالتك منطيني اياها هنا 36 ناقص اكس تربيع والبي تربيع 64 ويساوي لنا 1. هاي معادلة القطع الزائد من ضمن الأسئلة الوزارية المهمة، وبهذا كملنا الفصل الثاني. طلاب بالنسبة للمراجعة المركزة راح تلقوها على قناة التليجرام وعلى قناة نيمار بن الأنبار.